صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم من جديد الى هذه الحلقه من كلام بيروت مع الدكتور البروفيسور ابراهيم نجار، ونتابع معه ما جرى ويجري في مجلس النواب على صعيد لجنه التواصل ومواضيع قوانين الانتخاب. والان وصلنا الى مرحله التمديد او اجراء الانتخابات على قانون الستين. ماذا عن الوضع الحكومي؟ ماذا عن التداعيات والتطورات في سوريا؟ ونختم هذه الحلقه بالجزء الاخير حول المحكمه الدوليه واخر الخطوات المتعلقه بهذه المحكمه. دكتور نجار، اهلا بك من جديد. هذاك سعيد. نستهل الحلقه اليوم كالعادي بصوره او كاريكاتير اليوم من المستقبل، وهي للاعتصام الذي نفذه امس عدد من اللبنانيين او هيئات المجتمع المدني امام مجلس النواب، وطالب خلاله بإجراء الانتخابات في موعدها وإنجاز قانون انتخاب عصري. من يسمع للمجتمع المدني أو للناس؟ يعني بدل صرخ الضمير، وبدل هيك مثل الضوء الأحمر اللي بيخلي الناس تفكر. نعم. إنه في ناس مش كل عمرهم عم بيعملوا سياسة لحتى يبنوا مجتمع. نعم. ويبنوا دولة ومؤسسات، عندهم كمان توق للبنان، يعني حضاري بيستاهل شعب. هو تسجيل موقف قد لا يأخذ صرخ الضمير. صرخ الضمير. نعم. بعد كل ما جرى مجلس النواب، لجنة التواصل بعد عندها اجتماع نهار الاثنين، يقال انه لحتى يتبلغوا الموجودين بمواقف مرجعياتهم، يا تمديد يا ستين، ولا شو برأيك؟ هالخلاصة هيدي صحيحة. يعني بتأسف اني اقول انه وصلنا لهالمفترق الطرق هذا. اذا بدنا نكون عمليين ويكون عندنا قراءة موضوعية للي صار، وبصرف النظر عن التنازلات وعن السجلات وعن المشاريع وهالسبع جلسات اللي صارت، ما في شك انه اليوم نحن بفتكر اما امام تمديد هلا بنحكي عنه تقني، واما امام يعني بعث قانون الستين، يعني 2008 من الركام. كلهم دفنوا وكلهم بدهم يحيوا، كأنه هيك. هذا ما بفتكر انه كلهم بدهم يحيوا، لا هذا غير صحيح. ولكن ما عندهم حل اخر. بالخيارات المطروحة بروفيسور نجار، يعني 19 حزيران انتهاء مبدئيا. نعم. الترشيحات ليوم السبت المقبل، 20 حزيران تنتهي مهلة مجلس النواب. نعم. بالخيارات المطروحة اليوم، في شيء إيجابي بعد ما وصلنا اللي وصلنا له، أم أنه كله أسوأ من هلأ؟ بدل فيك تعمل قانون جديد حتى حلول أجل مجلس النواب، يعني أجل المدي التي يقوم فيها مجلس النواب. لسوء الحظ اللي أنا شايفه اليوم أنه يعني المواقف متنافرة متصادمة تكابر بعضها البعض، لدرجة أنه يعني ما بفتكر أنا أنه فينا بهالعجلة هيدي أنه نطبخ طبخة ما حدا موافق عليها، خصوصا أنه بفتكر انطلقنا نحن من موضوعين أساسيين. نعم. كانوا هن بإيد دولة الرئيس نبيه بري. الأول هو أنه ما بدنا أي قانون إلا توافقي، يعني نحن ما رح نروح للصدام ولا جلسة عامة في غياب ولا جلسة عامة بغياب إحدى المكونات التاريخية الأساسية للبنان. نعم. الشيء الثاني واللي ما عم ينحكى فيه كثير هو أنه بفتكر كان التوجه انه يكسروا هالثنائية بين 14 و8، يعني يوجدوا مساحة وسطية، وهذا اللي بيفسر يمكن مراهنة البعض على انه اذا صار في الكتلة وسطية ممكن هالشي يأثر، انا بنظري، على انتخابات رئاسة الجمهورية لل 2014. علما انه كسر هذه الثنائيه، وكان حكى عنها الرئيس بري انه ما بقى في 8 و14، بيطلع ثنائيات اخرى، مسيحيه سنيه شيعيه، وعم نشوف شو عم بصير. انا عم بحكي عن انتخابات 2014. نعم. كتار هلا عم بيعملوا انتخابات 2013. نعم. ولكن عين وافاق وقلب وجهود كلها منصبة على 2014.
برأيك بروفيسور نجار ماذا يحتاج التمديد التقني من مبررات، علما أنه الكل وحتى الرئيس بري بآخر اجتماع لا يريد التمديد لمجلس النواب ولو ليوم واحد وما عنده رغبة بهالأمر، ومثل ما حكيت حول التوافق، ولكن شو الأسباب يلي حطعتها ومين يعني بلش الإعلان عنها، ولكن لإقناع حتى رئيس الجمهورية والمواطنين بهذا التمديد؟ أول شيء خليني أقول لك بعض الأشياء الثابتة. اليوم مجلس النواب بدورة عادية حسب الدستور، الدورة العادية بتنتهي ب 31 أيار، ولكن مجلس النواب أيضا هو بدورة حكمية، يعني بحكم القانون لأنه استقالة الحكومة. ولكن ما فيك تدعي مجلس النواب اليوم لحتى يصوت على مشروع أو اقتراح قانون بدورة استثنائية للتمديد إلا ما يكون في مرسوم، لأنه الدورة الاستثنائية والدورة الحكمية منا مثل بعضها، مش لأنه المجلس مدعو صار بيقدر هو يمدد لنفسه، لازم يكون في مرسوم أو اقتراح من قبل نائب معين لحتى يكون في موضوعيا شيء بيقول المجلس مدعو لهذا السبب بالذات. سي لو برينسيپ دو سبيسياليتي دو لوبجي، يكون في جدول اعمال ومعروف ليش جاي مجلس النواب، مش مثل كنا عم نحكي كلنا انه بسيطه يا با اليوم المجلس بدوره استثنائيه ما في حاجه لمرسوم، ما في حاجه لاقتراح الى اخره. هذا غير صحيح، مش كل شيء بينخلط ببعضه. هذا واحد. اثنين، مفروض لحتى يكون في تمديد انه يكون في اسباب وجيهه وجوهريه، لانه هالاسباب هيدي ممكن ان تقترن بمده زمنيه معينه وبهدف معين، وهو ايجاد قانون انتخابات. لذلك اليوم يعني الصياغه والتقنيات يلي يجب ان تلازم كل اقتراح او مشروع قانون بهذا الموضوع يجب ان يكون يعني معمول ومصاغا بشكل كتير دقيق، وإلا رايحين لشيء مخالف للدستور. هعطيك مثل بسيط. سنة 1997 أبطل المجلس الدستوري انتخابات تمدد، عفوا قانون يمدد مدة البلديات، لأنه اعتبر أنه المداورة والمدة التي ينص عليها القانون والدستور هي محطوطة لحتى تحترم، مش لحتى يجي المجلس يمدد لنفسه. لذلك اليوم بالمبدأ التمديد الذي يتجاوز حدا معينا من الوقت وموضوعا معينا يصبح مخالفا للدستور. اليوم الكلام انه التمديد التقني هو كان طالب دكتور احمد فتفت وانه يكون 5-6 اشهر. نعم، ولكن انا برايي بين 3 اشهر وخمسة اشهر، ولكن في تمديد اخر يحكي عن سنتين، هيدا تمديد سياسي. هذا يختلف تمديد عن هذا تمديد السنتين يكون مخالفا للدستور. انا بنظري بدون اي شك، لانه ما له معنى، ما له هدف. الناخب مثل ما قال فخامه الرئيس واعلن عن نيته انه اذا صار هالشيء بده يطعن فيه، وحقه هذا انه ينبه لحتى ما بعدين يقولوا له انت ما نبهتنا وانت يعني نصبت لنا مكيدي، نحن مددنا ورجعت انت طعن فيه. لا، واجباته الادبيه ينبه الشعب ومجلس النواب انه اذا هالتمديد زاد عن فتره زمنيه وموضوع محددين سيكون موضع طعن امام المجلس الدستوري. نعم. بالنهار وحول اجتماع لجنه التواصل، وبعد يعني خلص الكل مثل ما بيقولوا وصل لمحل انه ما بقى في الا هذا الخيار او هذا الخيار، انهت اللجنه الى التسليم بحتميه التمديد للمجلس او الذهاب الى الترشح على قانون الستين، وبادر النائب سامي الجميل الى دعوه الجميع الى التصالح مع الذات ومصارحه الراي العام باننا لم نعد قادرين على اجراء الانتخابات على قانون الستين، وبان نطلب التمديد للمجلس إذا كان هذا هو الخيار الحتمي.
ونائب أكرم شهيب يقول للرئيس بري ما تريد دولة الرئيس من أيده سواء بسنتين أو ست أشهر، وهون كنا عم نحكي عن هذا الموضوع. النائب أحمد فتفت لم يمانع بتمديد لخمسة أشهر للتمكن من إجراء الانتخابات قبل الشتاء، وسأل زميله علي فياض عن موقف فريقه فجاء الجواب من بري ما توافقون عليه نسير به. لماذا هذا التوافق لما وصلنا لمحل الكل متفق أنه فتنا بالحال؟ لأنه البديهة بتفرض نفسها، يعني إشي بديهية ساطعة اليوم أنه ما قدروا يتفقوا، ما عندهم خيار إلا بين بعث قانون 60/2008 من القبور إذا صح التعبير وبين التمديد. يعني اليوم يقال أنه الكل نهار الاثنين نازل يقدم ترشيحاته على أساس قانون 60 كي لا يفوز من تقدم بالترشيح بالتزكية، علما أنه كان هناك يعني حول إلغاء المادة 50 يلي ما بفوزوا بالتزكية، لا أدري إذا كانت أقرت هذه المادة، ولكن شو معنات الكل يترشح على 60 وعم بلحقوا حالهم؟ شوف لحديت اللحظة الأخيرة بالمبدأ عم بحكي بالمطلق جائز أنك تعمل قانون جديد للانتخابات، ولكن هالشي يعني أكيد رح يجافي المنطق، حيجافي كل شيء اسمه عقل و common sense، يعني شيء ممكن انه يفهموا الناس. نعم. لذلك لحتى ما يصير في بعد تعليق المدي لاخر 18/5 لحتى ما يصير في تزكية، يعني مفروض انه اللي بده يترشح يترشح، ولكن هذا ما معناته انه راح يصير في انتخابات بالمواعيد المحددة من قبل وزارة الداخلية. محمد شبارو بالمدن وإضافة لهذا الكلام يقول اليوم يدفع النائب ميشيل عون إلى إجراء الانتخابات في موعدها 16 حزيران أو بهالوقت أو ولو على قانون 60 متسلحا بصعود نجمه مسيحيا توازيا تتراجع القوات خطوة إلى الخلف، لا تريد الانتخابات الآن مهما كان الثمن، وبين هذا وذاك أصبح الواقع على الشكل التالي: من يمرر الانتخابات لعون ومن يؤجل الانتخابات لجعجع. وهون هناك كلام حول موضوع سقوط الأرثوذكسي وحتى المختلط لم يعني هذا وموقف الرئيس بري في هذا. تسمح لي أنا فضل. يعني ما أكون أنا تماما متفقا مع هذا الكلام. مش صحيح انه تراجعت شعبية مثلا القوات اللبنانية او انه زاد بريق، يعني مع احترامي للجنرال عون والتيار الوطني الحر، هذا غير صحيح. اليوم في كتار من الناس بيفهموا تماما كل اللي صار، بيعرفوا انه بلبنان ما في الواحد يعيش لوحده، بيعرفوا تماما انه الروح الميثاقية هي اللي انقذت لبنان. نعم. هي اللي عطت حيثية للمسيحية السياسية في لبنان، وبالتالي ما ممكن اطلاقا تشوف عند الرأي العام اليوم هالتوجه اللي حضرتك ذكرته. بالعكس انا بعتقد انه هيدي خطوة جريئة، خطوة رجل دولي، انك انت تقول انا مني بقى ماشي بالمسار الشعوبي، انا ما بالضرورة بدي يكون عندي 50% من 64 نايب مسيحي، انا بضحي ولكن بمقابل هذا الشيء بكسب انا هالحيثية اللبنانية العريقة الميثاقية التاريخية اللي هي ملتصقة بالمحيط اللي نحن عايشين فيه، وبالتالي ما بفتكر انا انه هذا التوصيف دقيق ابدا. بروفيسور نجار، كل الطروحات واخرها المختلط، البعض يرى فيها انه كان لا يقول كل واحد انا قمت بما يجب ان اقوم به، وعارفين سلفا انه ما حيوصلوا لاي نتيجه. لا مني انا مني تماما بهالتوجه اطلاقا ابدا. شوف استاذنا الكريم، لما اجتمع نيافه الكاردينال الراعي مع دوله الرئيس بري بروما، وكان نيافة الكاردينال بعيد جدا عن جو الرئيس بري، لأنه كان عم بيفكر شو عم بيصير ببكركي، مين اللي الزعماء اللي اجتمعوا عنده، شو قالوا، فلان خون فلان، فلان كذب فلان، فلان ذكر فلان بشي قالوا أو ما قالوا. لما اجتمعوا سوا اقتنع البطرك الراعي أنه طرح دولة الرئيس بري في جدية، ويمكن في منه خلاص
للمخاض العسير اللي كنا فيه. بهالأثناء كمان دولة الرئيس الحريري كانك بتتذكر لما اتصل، بتذكر هني كانوا يرفضوا كليا حركة يعني تيار المستقبل، كان يرفض كليا كل شيء اسمه التمثيل النسبي. لما حكوا سوا وتفاهموا وعمل اقتراح بخمس نقاط دولة الرئيس حريري، كمان وافق مع دولة الرئيس بري انه هالخليط هذا، هالمزيج اللي بدنا نعمله بين الاكثري والنسبي ممكن انه يودي الى الطريق الصحيح. هلا الرئيس بري اعتبر بوقته بالاول انه النص بنص، نص اكثري نص نسبي. هلا بعدين صار في يعني مد وجزر وكباش والى اخره، نسب متقاربه ما كانت، وبعدين صار في حكي بالتفصيل عن هون بنعمل نسبي واكثري، هون لا ما بنعمل، هون بنقسم بيروت، هون بنقسم جبل لبنان، هون بنعمل محافظه تسعه او سته الى اخره. هذا كلياته كان تفاصيل، ولكن كان بمنطلق انه كل فريق عم بيعمل حسابات شو بيطلع له. لذلك انا بفتكر انه الخطه الاساسيه كان مقدرا لها النجاح، هيك بعتقد انا شخصيا. لذلك مشي البطرك الراعي ومشي تيار المستقبل ومشي القوات اللبنانيه كمان. ما تنسى وين كانت القوات اللبنانيه كمان، مشي لانه شافوا انه يمكن هيدي المصلحه الحقيقيه للبنان بحيثيته المجتمعيه بنسيجه السياسي. مشان هيك انا بعتقد انه لحديت هلا برجع بقول لك حتى اللحظه الاخيره اذا كل واحد بيحكم عقله وبيمشي بموضوعي وبيلاقوا مقاييس مجردة مش مقاييس يعني خيطك الواحد على قياسه، نعم ممكن يوصل. نعم بروفيسور نجار، يعني إذا وضعنا جانبا كل ما يجري، الكلام اليوم أبعد من هيك، هل لا يستطيع المسؤولين بلبنان اليوم أن ينتجوا ويتفقوا على قانون انتخاب؟ إذا بتسمح لي كيف قادرين يديروا بلد أنا بتسمح لي وقانون انتخاب ما قادرين يوصلوا له؟ بتعرف ليش؟ هلا نحن إذا بدنا ناخذها هيك نطلع من الطيارة نشوف شو صار الحقيقة، بتشوف إنه في المشروع تبع اللقاء الأرثوذكسي، مشروع مجلس الوزراء اللي ما حدا حكي فيه، مشروع الخمسين دايرة يلي دغري رفض، نعم مشاريع أخرى طرحت في لجنة التواصل اللي عقدت لحديت يوم سبع اجتماعات. ولكن الحقيقة هي انه لازم عمل تقني من هذا النوع ينعطى ويتكلف فيه ناس عندهم اختصاص بالقانون الدستوري والقانون الانتخابي بصورة عامة. بمعنى انا ما عم بقول انه اللي عم بيشاركوا يا حرام شو تعذبوا بهالفترة، ما عم بقول انه ما عندهم اطلاع، عندهم اطلاع، بس اللي بدي اقوله انه لازم وضع مقاييس موضوعيه. حاعطيك مثل صغير، ليش بهالدائره او بهالمحافظه بده يكون في بهالقضاء نسبي فقط او نسبي واكثري او اكثري فقط، وبهديك الدائره ما موجود هالشيء؟ لانه يناسب هذا الطرف يكون عنده، لأن هذا الطرح يخالف الدستور، لانه مفروض نفس المقياس يطبق على كل النظام الانتخابي بشكل موضوعي مش بشكل استنسابي سياسي انتخابي سياسي. هون انا اللي بدي اقول لك، انا ما عم بقلل من قيمة يعني السادة سعادة النواب اللي شاركوا بهالمخاض العسير اللي لم ينتج حتى الان، نعم. بالعكس انا يعني قلبي معهم واحترامي لهم طبعا واعجابي بطولة بالهم يعني وبشجاعتهم وبروح التوافق الموجود عندهم، ولكن هذا الشيء ووضع مقاييس موضوعية لا تخالف الدستور وتتفق مع المبادئ القانونية الصحيحة هذا شيء آخر كليا. مشان هيك ما بخفي عنك كتار من الأخصائيين بالعالم لما شافوا شو عم بيصير بلبنان، هالتحضير للطبخة القانونية الانتخابية عشية الانتخابات يعني على فترة كم يوم كم أسبوع من الانتخابات، عم بيقولوا حتى هذا
يخالف الدستور. لأنه مش معقول أنه أنت بعد نطرت 6 سنين من سنة 2009 عم نقول من 2008 عم بينقال بعد اتفاق الدوحة عم بينقال أنه لازم ينعمل قانون انتخابات جديد. لازم الحكومات تعمل قانون انتخابات، ما لازم ننطر ربع الساعة الأخير. ليش؟ لأنه هذا من المبادئ الكلية. نعم. عيب أنك توصل اليوم تعلم الناخب كيف بده ينتخب بالأكثر والنسبة بهالدائرة وهالمحافظة مع صوت تفضيلي هون وهون، كيف بدك شهر أو شهرين؟ شو هذا يعني؟ هيدي خبصة كبيرة كتير. حتى تقنيا وزارة الداخلية بدها تحضر. صحيح. بدها تحضر وبدها تحضر. الله يعينه، الله يعينه رأي وزير الداخلية الحقيقة. كم مرة قال له وزير الداخلية يعني صحيح. قال له كيف بدنا نحضر. على كل حال بموضوع الموضوعية يعني انتقاد الجنرال عون أو تيار العوني للمشروع المختلط أنه كان هناك استنسابية بمناطق معينة، محل ما عندكم شعبية أكثر وناخبينكم أكثر عملتوا أكثر، ومحل ما مش قادرين عملتوا نسبة، وكان من هون هذا السجال الذي انفجر. ما بهم، انا بنظري لما بيكون في مقاييس موضوعيه مجرده تتفق مع القانون ومبدا المساواه امام القانون، هذا ما بيعود حدا يقدر يقول اي كلمه اطلاقا. نعم. البطريرك الراعي سمعناه من كولومبيا امبارح كان متضايق كثير ومستاء مما يجري على صعيد انه اذا مش قادرين تعملوا قانون انتخاب لستم جادرين بالحكم او العوده الى الحكم، ولكن الخلفيه كانت هذا الاستياء بحملات التخوين ونبش القبور والكلام الذي حصل بين القوات والتيار العوني. امبارح الجنرال كان هادئ بعض الشيء، يبدو اذا عندك معلومات يعني رساله البطرك وصلت للمعنيين المسيحيين بوقف هذا السجال الاعلامي تحديدا. موقف غبطه البطريرك ديافة الكاردينال نابع عن انه كان اتفق مع دولة الرئيس بري بنظري على انه يكون في خلطة توفيقية ميثاقية بصرف النظر عن مصالح هالفريق او هالفريق. اما انه يكون كلامه امبارح وصل وتعدلت هيك فجأة كل الخطابات السياسية بهالمعنى، يعني هيدا نقطة استفهام أنا ما بقدر جاوب عليها. كل شيء بقول لك إنه اللي عدلوا بمواقفهم قالوا هالشيء بوضوح وبجرأة وبشجاعة، ويخشى إنه يكون البعض الآخر ما بده يعمل انتخابات. انتبه. لذلك اليوم ما بدنا نحكم عن نيات. نعم. بهمنا كلنا شو في عمليا على الأرض. أنا بعرف أنه حضرتك ما بتحب يعني إذا كان في سجال تزيده، ولكن بدي قراءتك هذا الكلام عن استعادة لغة الحرب وعن التخوين دكتور جعجع أو القوات خانت العهد وما التزمت وخانت المسيحيين، والوصول بالكلام أنه اليوم دكتور جعجع يتحدث عن حرب إلغاء جديدة واتهامات يفيد المجتمع المسيحي. هذا كلام غير صحيح. هذا كلام غير صحيح إطلاقا. أنا انبسطت أنه القوات اللبنانية تركت يعني خيارها بالسير بمشروع اللقاء الأرثوذكسي. أنا كتير كنت مرتاح وأنا تمنت هالخطوة. نعم. واعتبرتها خطوة ميثاقية فيها جرأة فيها شجاعة، لأنه بدي أقول لك شغلة، يوم الاستطلاعات ممكن تعطي 50-50 عند الشارع أو الناخب المسيحي لهالفريق وهالفريق. 64 نايب يعطوا 32 و32، لما بيجي فريق بيقول لك أنا طيب ما بقى بدي 32، أنا بيكفيني 15 بيكفيني 16 نايب، يعني معناته أنه بيكون هو يعني تمن وعطى يعني عطى أهمية أكبر للتحالف اللي له يعني آفاق وطنية، عطى الأهمية والأرجحية أكثر بكثير من مصالحه الخاصة. هذه قراءتك، ولكن قيل في هذا التنازل أنه عم تشيلوا من عند المسيحيين وتعطوا المسلمين وتيار المستقبل، ارتميتهم بأحضان تيار المستقبل ونسيتوا المسيحيين وحدتهم. هذا قناعتك أنت؟ عم بسألك، هذا الكلام قيل؟ هذا غير صحيح إطلاقا. نعم. أنا بعرف تماما شو بيفكر التيار، تيار المستقبل،
وبعرف تماما شو بتفكر القوات اللبنانية، وبعرف تماما بس أكيد من بعيد شوي شو بيفكر التيار الوطني الحر. نعم. هذا كله من قبيل يعني التراشق الكلامي الذي لا يمكن صرفه في أي مجتمع انتخابي إطلاق. نعم. على كل حال يعني امبارح الجنرال عون عاد إلى انتقاد رئيس الجمهورية، وحتى أنه أنا هيدي استوقفتني الحقيقة، يعني نعم. هالكلمة أنه كيف رئيس الجمهورية من أنا لك بيقول صلاحية بيقول تفكيره قبل ما يطعن. نعم. ولازم ينتظر لحتى يطعن، ما بفتكر هذا صحيح لا قانونا ولا أدبيا ولا سياسيا. لما رئيس الجمهورية بيقول أنا بطعن بالأرثوذكسي، أنا بطعن بالتمديد، إذا لم يكن معلل الأسباب ومفصل الأهداف. نعم. هيدا شيء يعني أقل شيء ممكن يعمله، يعني شو بده يفاجئ الكل، يعني يحط لهم يزحطهم، يحط لهم قشرة موز من هون أو يعمل لهم فخ أو كذا. هذا يعني أنا برجع بقول لك إنه في خطاب سياسي اليوم بالبلد هدفه هو الاستحقاق تبع 2014 مش أكثر، رئاسة الجمهورية. نعم. على كل حال امبارح الجنرال عون اطلق الحمله الانتخابيه، وكان انه وعم بقول للناس بدكم تغيروا هذا الواقع، ما تصوتوا لهؤلاء يلي كنا حكينا حقه هذا، ليش لا؟ نعم. دكتور ابراهيم نجار، رح نتابع معك هذا الحوار حول موضوع الانتخابات شوي بعد، وموضوع الحكومه شو عم بصير في هذا الناس الحوار. شبعت حكي، شبعت حكي، ولكن وشبعت شبعت وصفات ورشتات وتوصيفات والى اخره، الناس بدها اشياء عمليه. اليوم لبنان بمكوناته الاقتصادية والاجتماعية، مع اللي جايين اللاجئين السوريين، مع الحالة الاقتصادية اللي نحن فيها، مع الحالة الموجودة بالمخيمات وبطرابلس، مع كل هالشي اللي عم بيصير بلبنان، عيب ما يكون عندنا تفكير جدي بأنه لازم قبل كل شيء ما أنه بيزنطيا تنهار لأنه عم نتشارع بجنس الملائكة. نعم. بالعكس. إذا ابقوا معنا مشاهدينا بعد هذه الوقفة القصيرة. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع الوزير السابق البروفيسور إبراهيم نجار. دكتور نجار، كنت عم تحكي أنه في ناس ما بدهم انتخابات. ما بدهم، يعني في بشكل عام اليوم بالمستقبل اليوم بدي اقرا هيك مختصر بما يجري اليوم، تقول انها سابقه خطيره في سلسله من السوابق الاعتباطيه الممهوره بخاتم حزب الله وحلفائه، والتي تجتمع على سمه عامه التحايل على الميثاق والروح الميثاقيه بحجج خفيفه منطقيا، وتسند نفسها بمركب القوة العضلية الميليشياوية. عودنا هذا الحزب ومن يدور بفلكه أن كل ما لا يناسبه يعتبر غير ميثاقي وإلغائي بحق الطائفة الشيعية، ويلي بناسبه بلاقي له مخرج تاني. ما بفتكر أنه حزب الله ما بده انتخابات صراحة. مين يلي ما بده انتخابات؟ أنا بفتكر أنه كلهم بده انتخابات، ولكن بده انتخابات تصير على قياسه، على طريقتهم، وفقا للمشروع اللي هو بيناسب يعني حساباتهم مش اكثر. بس الكل بدهم هيك، مش بس 8. لا لا، انا بصراحه بعتقد انه يعني ب 14 اذار في مكونات اساسيه بتعرف انه لازم المصلحه الوطنيه ان تسمو على بقيه المصالح الخاصه، وبالتالي بفتكر انا بكل يعني موضوعية انه بدهم يصير في انتخابات، بدهم يصير في انتخابات بشكل ما يعني نزحت او ننسى او نتغافل عن المكونات الاساسية اللبنانية. اللي ما بده انتخابات وفقا لقانون بيخسروا الانتخابات، ايه هذا موجود. ولكن بروفيسور نجار، يعني كنت ختمت القسم الاول بما ختمت حول الاقتصاد والناس والبلد لوين رايح، ولكن في ظل هذا الذي يجري وناسين كل هذه المواضيع، حتى لو جرت هذه الانتخابات وكان هناك فريق فاز على آخر، ما الذي يتغير في المعادلة؟ ما سبق وحصل هذا الأمر وتغيرت المعادلات بطريقة أخرى، شو الانتخابات شو نتيجتها إذا كان النتيجة محسومة سلفا عند فريق آخر؟
قادر يغيرها على الأرض مرة تانية. أنا بفتكر بدهم يعطوا نتيجة الانتخابات من خلال تفصيل قانون انتخابي مسبقا قبل ما تصير الانتخابات، لأنه في استحقاق 2014 رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية هيدا استحقاق كتير خطير ومهم. وبالتالي يعني شو الأهمية إذا كان فريق كان؟ لا، في أهمية إنه كل واحد يحقق أكبر عدد ممكن من الأهداف من خلال يعني القوة الانتخابية تبعه. هلا أنا شخصيا بعتقد إنه الظاهرة اللي صارت بين 2006 و 2013 هي بروز شيء جديد ما كان موجود سابقا. وهو بعد تغير مواقف الوزير جنبلاط، وهي قيام الوسطي، هي اللي بيسموها هلا المساحة اللي هي بين 8 و 14، وبفتكر في مساعي لتعزيز هذه الوسطية لحتى ما نكون نحن ضحية يعني الفروقات الكبيرة اللي هي بين 14 و 8. ولكن هل تنجح هذه؟ أنا شخصيا بقول لك بالوقت الحاضر لن تنجح، لأن لبنان مقسوم ومقسم عاموديا بشكل كتير قاسي، وخصوصا بكرة بس تجي انتخابات الرئاسية كمان بده ينقسم زيادة لبنان، لأنه الخيارات مختلفة لدرجة أنه ما ممكن يكون في كلام من النوع اللي بيقول وشو فيها إذا رجعوا هني زيتهم وشو فيها إذا يعني ما بفتكر هالكلام دقيق إطلاقا. اليوم معركة الانتخابات هي معركة مصيرية، معركة تحضر لانتخابات 2014 خصوصا بالجو اللي نحن فيه بالمنطقة. إذا كنا نتحدث عن موضوع أكثرية نيابية أو التصويت، نعم، لرئاسة الجمهورية، ولكن نعم، بالتجارب السابقة بالآخر رئيس الجمهورية هو يأتي بالتوافق أيضا ليس فقط بالأصوات. مش دايما يعني يتفقوا عليه، مش دايما، مش يتفقوا عليه يعني يتفقوا لا مش دايما، لا ما بفتكر بالوقت الحاضر. ما تنسى سنة 2008 لو ما صار اللي صار وصار في اتفاق الدوحة وما كان اجى رئيس بالتوافق اطلاقا يعني. حتى اللي صار سنة 2008 تفسروا البعض انه انا حظي بالترشح والفوز هو فقط مؤجل، هلا هيدي مرحلة مؤقتة يعني انتقالية مش اكتر. الوقت عم يمرق بس. الوقت عم يمرق وعم نكبر انا وياك بالعمر وعمالي نشوف اشي ومرشحين للرئاسة عم يكبروا بالعمر كمان، والمنطقة عم تتبدل ملامحها كلها. نعم. وما بتعرف بكرة، كل ساعة إلا ملي كتب بهالبلد. الوضع السوري يؤثر على انتخاباتنا ورئاسة الجمهورية وكيف؟ هلا الوضع السوري يعني يرخي بظلاله على الوضع القائم في لبنان بسبب الرابط الأساسي المتين يعني النضالي اللي هو بيجمع حزب الله بسوريا وإيران. نعم. وبالتالي استقواء هذا الفريق أو ذاك مسيحيا كان أو غير مسيحي بحزب الله كمان يعني بيعطي طلي وبيعطي حيثية على طاولة المفاوضات بدك تاخدها بالاعتبار. فيا أما أنت بتكون حر وجريء ويعني يقين أنه بالنتيجة الموقف رح تاخده هو موقف أحرار و لبنانيين ميثاقيين حقيقيين، يا اما بدك تقول امان الايد اللي ما فيك لا يبوس او دعي عليها. يعني تتخوف بروفيسور نجار من فراغ ما؟ لا ابدا، خلافا لكل اللي عم بينقال اليوم انا لا اتخوف من الفراغ لسببين، سبب سياسي وسبب تقني. السبب السياسي انا بعتقد انه الفرقاء الأساسيين في لبنان ما بدهم إطلاقا الفراغ، لا حزب الله بده الفراغ ولا أستاذ وليد جبلاط وكتلته ولا القوات اللبنانية ولا المستقبل ولا حتى التيار الوطني الحر بهم نفوت بالفراغ إطلاقا. أنا عم بقول لك هالشي، هي قناعة راسخة عندي، اللبنانيين بالرغم من كل خلافاتهم عندهم قدر كبير من الحكمة والوعي. ما مات قال له متت، ما شفت من مات، يعني نحن من وين راجعين؟
من سنة 73 لسنة 90 91 يعني مررنا بقطوعات يعني، ومع هذا وكله دل لبنان يعني لصيق بالمبادئ اللي هي أسست الجمهورية الديمقراطية البرلمانية اللبنانية برغم من كل شيء. تقنيا الفراغ مش ممكن، هقول لك ليه. أولا مجلس النواب أكيد بده يتمدد، بده يتمدد له تحت شروط وبطرق معينة ومقنعة ودستورية، ومقنعة ودستورية لفترة معينة. وأنا أكثر من عندي ثقة، مليء الثقة بأنه الفرقاء اللي هلأ عم بيتحاوروا كلياتهم بيعرفوا شو خطورة الموقف، والتقنية رح ياخدوا كل التدابير اللازمة. أما الحكومة بحد ذاتها، حكومة ما ممكن أنه ينشأ عنها أو عن استقالتها أو عن عدم تشكيلها أو عن تشكيلها دون حصولها على الثقة أي فراغ من أي نوع كان. هذا الدستور والنظريات كلياتها والاجتهادات وكل المبادئ المقررة بالقانون تجعل من أنه الحكومة حتى لو كانت مستقيلة، الحكومة حتى لو كانت صادرة بمرسوم ولم تنل بعد الثقة، هذا يقوم مقام السلطة التنفيذية ضمن حدود أكيد ينص عليها القانون. هذه القراءة البعض يعني كان عنده قراءة ربما سياسية أكثر، أنه الوصول إلى الفراغ يعني البحث عن، هذا غير صحيح، البحث عن هيئة تأسيسية، عن طائف صحيح. جديد، عن الطائف اللي يناسب الآخرين لم يطبق. نعم نعم. في هذا الإطار هذا كلام يعني كارثي، ضبابي، غير دقيق. مش كيف ما كان بيوصلوا لهيئة تأسيسية. الهيئة التأسيسية معناتها أنه بدك تعمل انتخابات لهيئة تأسيسية تقول أنه هيدي هيئة تأسيسية، يجي برلمان هدفه إعادة صياغة الدستور. هذا شيء عم بيصير اليوم بليبيا، نظام سياسي بالبلد البحث عم بيصير بليبيا، عم بيصير بتونس. هذا معناته انهار الهرم كلياته وصارت في ثورة ما بعد ثورة، ولكن نحن بعدنا كليا عن هذا الموضوع. واللي بياخدوا هالكلام على أنه بيربطوه بالشيء اللي قالوا حزب الله أو الجنرال عون بمكان ما، أنا بفتكر أنه لا حزب الله ولا جنرال عون فعلا بدهم هيك هيئة تأسيسية. في حال تم الاتفاق على موضوع مجلس النواب تنفرج على المقلب الحكومي برأيك؟ أستاذنا الكريم تسمح لي أقول لك أنه إذا طالت الأزمة بمجلس النواب يصبح من الضروري تأليف حكومة. دولة الرئيس تمام سلام يعني إذا اتضح له أنه اللي عم بيصير بمجلس النواب لن يسفر عن نتيجة ما، يمكن يضطر يعيد النظر بطريقة تأليف الحكومة، لأنه ساعتها الحكومة لازم تكون ممثلة لمختلف التيارات والأحزاب السياسية. خلاف اليوم إنه إذا كان تمديد 6 أشهر حكومة حتكون شيء لإجراء الانتخابات، نعم، أو إذا كان 2 سنين بدنا حكومة يعني حيكون عمرها طويل، حكومة سياسية متفق عليها وبكل الأطراف، وبقى موضوع مرشحين وغير مرشحين. قال دكتور رئيس السلام إنه إذا بدكم تمددوا لمجلس النواب يعني أكثر من هالتمديد التقني، أنا فكره روحوا شوفوا غيري، وبيبقى حكومة تصريف أعمال، وبتبقى هديك الحكومة حكومة تصريف أعمال، يعني ما بيألفها. نعم. ما بيألفها. نعم. لأنه يعني بالنتيجة قبل إنه يتكلف على أساس يعمل حكومة انتخابات، ووضع بعض الضوابط، ما بدي التلت المعطل، ما بدي أنا أعمل حكومة سياسية ولا حكومة سياسية أمر واقع، ولا حكومة أمر واقع. ولكن هذا بكونتكست معين، يعني ما معناته أنه بكرة إذا مددوا لمجلس النواب هو رح يبقى إطلاقا. إذا الموضوع هو كان موضوع مجلس نواب لنشوف بالحكومة شو بده يصير. عمليا بفتكر أنه كل المسؤولين واعيين تماما للموجبات الدستورية وللحكمة السياسية اللي نحن نتوخاها فيهم.
ما بفتكر انه ابدا فينا نحن نسلم نفسنا ونقول رحنا الى الفراغ وانه ننتهج نهج كارثي في تفكيرنا اطلاقا. تحدثنا عن ما يجري في سوريا، اليوم بالشرق الاوسط نقلت عن لجان التنسيق الى مقتل 7 عناصر من حزب الله اثناء التسلل لمنطقه البساتين في مدينه القصير في ريف حمص، اضافه الى مقتل 4 إيرانيين خلال استهداف الجيش الحر لسيارتين تابعتين لعناصر النظام. وكان هناك موضوع حول معركه القصير، وهناك تحضيرات هي محاصره، دعوه السكان الى اخلاء المنازل. هذه المعركه اليوم قيل الكثير عن مشاركة حزب الله وبرر حزب الله هذا الكلام، المعارك في القصير على الحدود المشاركة من حزب الله انعكست، ولكن هناك فترة نسوا، يعني كأنه الأمر أصبح عادي وماشي الأمور عادي أنه يكون عم بيشارك حزب الله والحدود متروكة والقرار مش موجود. هي الحقيقة قلناها أكثر من مرة نحن أنه إعلان بعبدأ بالنتيجة سقط، وكل بيان وزاري ممكن انه يصدر وما ياخذ اعلان بعبده بالاعتبار ما بيكون يعني اعلان يعني لائق بالديمقراطيه اللي نحن عايشين فيها. لذلك برجع وبذكر انا انه الرابط الاساسي والمتين اللي هو بيربط ما بين سوريا وحزب الله لا يزال قائما، وهذا ما بفتكر بايد لبنان انه يغيره بالوقت الحاضر، لانه المشكله بالشرق الاوسط هي مشكله امميه، يعني هي حرب كبيره كثير ويمكن تطول ويمكن تطول، وما بفتكر كثار من الفرقاء لهم مصلحه ينهوا الشيء اللي عم بيصير بسوريا بسرعه. نعم، في هذا الاطار يعني اليوم هناك تحضير لمؤتمر جنيف بين روسيا والولايات المتحده، هناك كلام عن مشاركة، ولكن هناك صواريخ روسية متطورة استلمتها سوريا، وبالتالي كيف هذا التناقض؟ أستاذ علي حمادي الزميل علي حمادي يقول اليوم أنه هل بدأت معالجة المأزق اللبناني الذي يتعمق أكثر وأكثر، تحتاج إلى إدخال لبنان في مؤتمر جنيف 2 الذي تهيئ له روسيا والولايات المتحدة الأمريكية؟ شوف الله يعين اللي بده يكتب كل يوم مقال بالجريدة. نعم الحقيقة، لانه يعني الطبق اليومي مش هين انك تحضره. نعم. بس من هون انك تجي تربط انت مؤتمر جنيف بمشاركه لبنانيه، لا هذا غير صحيح. سيدي الكريم، في قرار دولي من روسيا، الولايات المتحده الامريكيه، ايران، الصين، الاتحاد الاوروبي، الدول العربيه، انه اللي بيبقى لبنان اليوم بمنأى عن هالحرب الطاحنة يلي هي موجودة بسوريا. هذا معناته انه الناس فهمت انه حرب الاخرين على ارض لبنان انتقلت الى سوريا، صارت حرب الاخرين على ارض سوريا، واللي بيشارك بهالحرب بيشارك وهو بيكون يعني عم بياخذ يعني عم بيغامر بوجوده، عم بيغامر بوجوده وبمستقبل قوته العسكري. كل مطبات حرب سوريا، كل مطبات. ان شاء الله انه الكل يكون عندهم هالوعي الكافي تيعرفوا انه معركة ايران هي بسوريا، معركة حزب الله مع اسرائيل هي بسوريا، معركة روسيا وامريكا هي بسوريا. يعني اليوم اهم شيء فينا نعمله بلبنان انه اعلان بعبده يكون عندنا مسمر ونعرف نحن مع بعضنا البعض حدود التعاطي وحدود الحكمة. كل مرة بنقول لك إن شاء الله كلامك يكون بيسمعوه المعنيين في هذا الأمر. بروفيسور نجار، القسم الأخير من تابعه معك بعد التوقف لاستراحة ثانية، ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع البروفيسور إبراهيم نجار. كان هناك مؤتمر للمحكمة الدولية مؤخرا، حضرتك كان عندك كلمة وكنت متفائل وتؤكد وأنه موضوع هذه المحكمة مستمرة بالعمل يعني سيتضح للجميع أن الحقيقة هي فعلا في متناول العدالة كما جاء بكلمتك، وأن القضاء وأجهزة التحقيق في لبنان لما كان بوسعها كشف خيوط هذه الجريمة بل تلك الجرائم المتتالية وغيرها.
ما أصاب لبنان بفعل مجرى. لماذا هذا اليقين بعمل المحكمة الدولية اليوم رغم كل البعض بيعتبر تأخير وما أصاب من الكثير من المحطات؟ شوف، نحن يعني معشر القانونيين والمحامين والأساتذة الجامعيين والمطلعين نعرف شوي كيف بتصير المحاكمات وكيف الأصول وكيف التبادل وكيف المهل وشو القاضي بياخده من قرارات وكيف بيصير التحقيق وكيف بتطول الجلسات يعني معودين شوي، تمسحنا أيوة. إذا صح التعبير. نعم. لسوء الحظ يعني ما كانت السرعة اللي مشيت فيها المحكمة الخاصة بلبنان يعني على قدر ما نتمناه. 4 سنوات وأكثر. نعم، هلأ نحن 4 سنوات وشوي من تاريخ إعلان الاحتفالي اللي بوقتها نعم. أنا عملته لحتى سلم حيل إلى صلاحية المحكمة الخاصة الصلاحية اللي كانت منوطة بلبنان. ما تنسى بعد منا صار في فترة تقريبا سنة ونص تحقيقات وما صدر القرار الاتهامي إلا بمطلع 2011، وبوقتها بتتذكر سقطت حكومة الرئيس سعد الحريري لأنه كانوا مفكرين أنه راح يصدر القرار الاتهامي وعجلوا يعني بإسقاطها من الداخل. أيوة. وما صدر بوقتها بموعده القرار الاتهامي. لذلك اليوم الحقيقة نحن في سنتين وشوي فقط تفصل ما بين تاريخ القرار وتحديد موعد بدء الجلسات. الجلسات رح يحددها قاضي ما قبل المحاكمة. هلأ كان هناك موعد وأرجي بطلب من الدفاع ولأسباب تقنية محضة، ما لها سياسي لا تدخل في تحديد موعد الجلسات. واللي بيقول لك انه مناطرين لحتى يصير او ما يصير بسوريا شيء هذا غلط كليا، لانه تقنيا المدعي العام بيقدر باي لحظه يضيف الى الاتهامات السابقه ويعمل قرار لاحق ملحق مكمل للقرار الظني الاولي. لذلك اليوم بعتقد انا خلال هالاسبوعين او ثلاثه على ما نمي الي انه ممكن تتحدد مواعيد الجلسات، قد تكون بتشرين الثاني وتبتدئ بقى بتكون علنية، راح تكون طويلة، راح تكون يعني موثقة، كل هالشهود اللي نحكى عنهم يمكن يكونوا صحيحين أو ما يكون صحيحة أسماءهم. والأرجح أنا بنظري أنه الرأي العام اللبناني حيبلش يقتنع أنه نحن في مسار السعي إلى الحقيقة، بس بدك أنا قناعتي الخاصة لا. بعد الحقيقة الكاملة لم تظهر حتى الآن. لم تظهر حتى الآن. مقتطف من كلمتك، ننتظر منكم العدالة تفرض نفسها بشكل لا يقبل التشكيك، حقيقة من دون تزوير وتحقيقا دون تسريب وأحكاما دون تعتيم. ننتظر منكم بدل أسمى ما لديكم من مناقبية لكي يقول التاريخ يوما لقد نجا لبنان بفضل تعلقه بالقيم، قيم العدالة، العدالة شجاعة، العدالة التي لا تتراجع، والحقيقة أنه هي واحدة لا تتجزأ. عندما تقول هذا الكلام وكأنه تنتظر نعم في شيء غير قد يصدر. أنا أنتظر أن تقول المحكمة الدولية كلاما واضحا شجاعا لا مراعاة لأحد فيه، وإلا منكون نحن حقيقة علقنا أمال واهية على استحقاقات مظنونة. أنا بنظري مبدأ المحاكمات الدولية والمحاكم الدولية يقرر بحسب ما تقرره المحكمة الخاصة بلبنان، فإما صدقية للقانون الجنائي الدولي وإما بلاها كلها القصة. نعم. وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجار، شكرا جزيلا مجددا لوجودك معنا وعطول ضيف عزيز على بس أنا ما كتير بحب يعني شجع المناخات التشنجية يعني المتشنجي. نعم. بحب دايما أنه ننظر
كلبنانيين إلى بعضنا البعض بكثير من المحبة والتسامح وقبول الآخر. أهلا بك مجددا، وشكرا لكل المشاهدين يلي تابعونا اليوم. إلى اللقاء.